wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxa mashruucyada caafimaadka ee hay'adda King Salman ayaa booqasho iyo kormeer ku tagay xarumaha bangiga dhiga iyo kelyo dhaqista isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta oo qayb ka yahay safiirka Saudiga ee Soomaaliya ayaa qayb qayb u kormeeray xarunta bangiga dhiga iyo kelyo dhaqista isbitaalka Banaadir. Qaybaha ay booqdeen ayaa isugu jira qaybta dhig shubista, kaydka dhiga, xafiisyada maamulka, qaybaha muhiimka ah ee bangiga dhiga oo dhawaan la daafuray. Intaasi kadib, mas'uuliyiinta ayaa u gudbay qaybaha kelyo dhaqista oo aad u qalabaysan isla markaana ay ku jireen bukaanno kala duwan oo loo qabanayay adeegyada kelyo dhaqista. Markii kormeerka uu soo idlaaday ayaa ugu horeyn waxaa warbaahinta la hadlay madaxa mashruucyada caafimaadka ee hay'adda khayriga King Salman. بتوجيه من معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشرفت هذا اليوم وبمعية معالي وزير الصحة الصومالي وسعادة سفير المملكة لدى الصومال الأستاذ أحمد مولد بافتتاح بنك الدم المركزي بمقديشو التابع لمستشفى بنادر وكذلك افتتاح المرحلة الثانية من مشروع الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر. هذان المشروعان هما مشروعان ممولان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدراع الإغاثي للمملكة العربية السعودية وجاء بتوجيه كريم لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. الحقيقة أن مشاريع المملكة في الصومال تجاوزت $500 مليار وبخصوص مشروع بنك الدم فهو البنك الدم الوحيد في الصومال الذي يقدم خدماته بالمجان لكافة أبناء الشعب الصومالي وهو أول بنك دم يقدم خدماته لاثنين أو 32 مستشفى ومرفق صحي وتتوفر فيه كافة التجهيزات المتطورة بشكل كبير ويوفر الدم لكل هذه المستشفيات وكذلك مشتقات الدم ويتم فيه استقبال التبرعات وتقديم الدم بشكل مجاني ويعمل عليه كوادر صومالية محلية تعمل بكل كفاءة واقتدار لتقديم الدم ومشتقاته لكل المستشفيات المحتاجة في الصومال الشقيق. أيضا افتتحنا المرحلة الثانية من مشروع الغسيل الكلوي وتفقدناه ورأينا المرضى كيف هم يستفيدون لأول مرة من مشروع يقدم خدمات الغسيل الكلوي بالكامل بالمجان واطلعنا على بعض القصص الإنسانية التي دفعنا معها عاطفيا كثيرا نتيجة ما حدث من تطور وتحسين واستشفاء لمرضى كثيرين هم ضعفاء وبأمس الحاجة لمثل هذه الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بشكل سخي لأقطار العالم ومن ضمنها الصومال الشقيق. سفير الدولة السعودية أفضل الصومالية أو دنكيس هذا القطعي ayaa sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada caafimaad ee Soomaaliya. تشرفنا اليوم بافتتاح بنك الدم في مستشفى بنادر في مقديشو بحضور معالي وزير الصحة ومع سعادة الدكتور عبد الله المعلم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأيضا تدشين المرحلة الثانية من مركز غسيل الكلى في العاصمة الصومالية مقديشو. يأتي هذان المشروعان تحت بإشراف وتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتوجيهات كريمة من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لتقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى القطاع الصحي في الصومال ودعم جهود التنمية التي تقوم بها الحكومة الصومالية في مختلف المجالات وتحديدا أيضا من بينها المجال الصحي ونتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المشروع يعني داعما لهذه الجهود إن شاء الله مع أمنياتنا أن تقديم مشاريع تنموية في مختلف القطاعات إن شاء الله للشعب الصومالي إن شاء الله كصديق الشقيق. وزير كعافيمات كحكومة فدرالك الصومالية علي حاجي ayaa boqortooyada Saudiga kaga mahadceliyay taageerada ay u fidinayso dadka Soomaaliyeed. Dhamaan waxaan ku salaamayaa qof walba magaca iyo masabka oo halkan ku joogo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxaan maanta halkan aan u joognaa inaan ugu mahadcelino
walaalaheen boqortooyada Saudiga Carabiga iyo qaaidkooda khadim al-Haramayn al-Sharifayn al-Malik Salman iyo sumow waliyihi waliyi al-Ahd Muhammad bin Salman inaan ugu mahadcelinno garab istaaga ay Soomaaliya garab istaageen ayadoo dacmigaan la soo marsiyay markaz Malik Salman in ay maartay taageer weyn oo Soomaali baahi weyn ay u qabtay ayna la garab istaageen ayaan ugu mahadcelinayna waana wax aan ku naqaanay garab istaagaas wiilgood Soomaaliya inay garab taagnaayeen waana wax umada Soomaaliyeed ay ugu mahadcelin doonto abid haddii Ilaahay yiraado laa mashruuc waaweyn saddex ilaa saddex mashruuc waaweyn ay hadda halkaan naga qabteen waxa ay dhiseen qalabeeyeen ay howlgeliyeen xarun kaliya dhaqis oo dadka loogu adeego si lacag la'aan ah loogu adeego waliba ma aragtay adeeg cunto halkaan bukaanada ay lagu siiyo daweynka halkaan ku qaataan oo dhan lacag la'aan ay yihiin kuwa xataa ma aragtay aan la dhaqin xataa ma aragtay daawo lacag la'aan ay qaataan sidoo kale waxay soo kordhiyeen warshad biyaha sifeyso ma aragtay iyo ceel ay halkaan ku soo kordhiyeen oo ku shaqeeya markaska kali dhaqista uu ku shaqeeyo waxa kale ay naga saacideen bangiga dhiiga qaranka inuu howl galo oo uu shaqeeyo ay naga caawiyeen oo maanta isbitaalada iyo oo dhan u adeegaya si bilaash ahna u adeegaya shaqooyinkaas ay nala qabteen oo dhan waa bilow wax badan ayaa haddana ay noo ballan qaadeen inay nala sii qaban doonaan haddii Ilaahay yiraado ummadda Soomaaliyeed xilliga ay ugu baahi badneed walaal garab istaaga ayaa lagu jiraa oo ay kasoo kabanaysay burburkii dowladnimada ku dhacay ay kasoo kabanayso dhaqaale ku filan isku maareeyay lagu hadda ugu istaagtana wali Soomaaliya aysan haysanin security-gana culays weyn uu ku hayo oo wax walba security-ga iyo amniga xaqiiqsa maareeyay culayska la saarayo in arrimaha bulshada ay naga caawiyaan aad baan ugu mahadcelinaynaa jazahum Allahu khayran زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي لبعطان ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة